السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. طيب، بقالنا كتير قوي 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 ما عملتش خضار في بيتي خالص خالص خالص. بما ان النهارده بقى عندنا عمال في شقه ماما، الحمد لله قربت تخلص بفضل ربنا، فانا النهارده بقى قلت اعمل ايه؟ فاصوليا. عندي بفتح الفريزر لقيت فيه لحمه ولقيت فيه فاصوليا خضراء. انا مطلعه كيس لحمه بصراحه من بدري، وقلت شويه كده لما يفك اشوف هعمل معاه ايه. لقيت فاصوليا خضراء، قلت بقى اعملها النهارده بطريقه حلوه جدا جدا جدا، وطريقه سهله وان شاء الله هتجربوها وتعجبكم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف مقادير نشوف طريقتنا مع بعض. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ادي كده اللحمه دي انا مطلعاها من ساعتين ثلاثه كده عشان تفك اهي، تمام. وعندي هنا فاصوليا اهي انا مفرزاها في الفريزر، هعمل الثلاث كيس دول عشان يكفوا، تمام. نقول بسم الله. عندي هنا على البوتاجاز حله فاضيه، هحط فيها معلقه سمنه صغنونه واشوح اللحمه الاول. اطلع اللحمه بس احطها في طبق عشان هي شكلها تتقطع. عايز تتقطع، تقطعها تقطيع حلوة. بس السكينة التانية اقطعها. بسم الله. حطيت حبة سمنة او زيت صغيرين كده. اللحمة عندي ايه، قطعتها وشلت الدهون اللي فيها، بس سبت فيها حاجات قليله قوي عشان ايه عليها طعم برضو. بس ايه، للاسف اللحمه دي طلعت قليله لان لميت كل الدهن. طبق كان فيه حته دهن كبيره فانا شلتها. طلعت حته كمان تفك وعاديه كانت تتشوح شويه تكون اترفعت. بسم الله. هسيبهم بقى ايه يتشوحوا شويه مع بعض لحد اللحمه تكون مقطعها. بسم الله. ايوه بصوا بقى التشويحه الحلوه دي كده سهله جدا. اهو عايزاها تتشوح شويه كمان. لا لسه طبعا، بعد ما تتشوح هديها شويه ميه عشان تاخد نص سوا قبل ما احط فيها بقى البصل والفاصوليا والطماطم والثوم والحاجات دي كلها. اديها كوبايه ميه بقى، بس هغليها الاول عشان خاطر تسرع معايا. بسم الله. على الميه ما تغلي احط حبه فلفل اسود كده حلوين، احط شويه بهارات كمان. بسم الله. احط البهارات التانية، النوع التاني ده عندي نوعين بهارات، يفرق ايه عن بعض؟ واحدة فيها حبهان التانية مفيهاش، واحدة فيها ورق لورا كده يعني. ادي حبة بابريكا كمان، اقلبهم بقى كويس قوي. كل ده لسه ما حطيتش الملح. ماشي. ايه على البهارات لما اتحطت ما شاء الله ريحة تحفة. حلو قوي كده. ادي الميه. بسم الله. بس كده اسيبها بقى تغلي وتاخد وتدي بشكل ودي مع بعض قيمة نص ساعة لحد اللحمة ما تخش في السوا، تبقى نية شوية. ليه بقى؟ عشان هتكمل سواها مع الفاصوليا. اغطيها بقى واسيبها تستوي نص سوا ونرجع لكم تاني. على اللحمه ما تستوي بقى، عندي لحمه متعصجه كنت معصجاها امبارح لما كنت عامله الاكل امبارح ورايحه المستشفى، وعندي لفه سمبوسك احشيها بالمره اهي متعصجه. جميله. احشي بقى السمبوسك ونبقى نحمره وانا بعمل الرز. بسم الله. ادي اللحمه
حاطه بقى دلوقتي بصلايه مبشوره. بسم الله. واسيبهم دقيقتين بالظبط، وبعد دقيقتين اروح احط عليهم الفاصوليا كمان. يلا تشويحه كده كلهم مع بعض على مضرب الطماطم في الخلاط. وهقطع دلوقتي ايه، لسه خليهم في الاخر، ابقى احط الفلفل والثوم في الاخر. طبعا يا جماعه معلقه الثوم من الاخر لك اختياري، انا بحطها بتعمل ريحه في الاكل حلوه قوي. اعصر بقى الطماطم، نقول بسم الله. ايوه كده، سيبنا البصل 5 دقايق في اللحمه كده، افضي بقى عليهم الفاصوليا. لا حاضر استني، طبعا انا شايله الفاصوليا مغسوله ومتفرزه وزي الفل زي ما هي بالثلج بتاعها عشان تفضل خضرا. وعملتي ضربتي كام طماطمايه مع معلقتين صلصه كمان. حلو قوي، ماما بتحب الفاصوليا دي جدا عشان كده مزوده النهارده. بسم الله. حاضر يا روحي تعالي. هسيبهم 5 دقايق كمان مع بعض قبل ما احط الصلصه والطماطم. اهي ضربت كب الطماطم اهي، نغطيها ونسيبها شويه. بسم الله كده حلو قوي اهو. يا سلام. بسم الله. حط كمان معلقتين صلصه، هزود حبه ميه هنا وازودها. انا اول مره اجرب هاي انزل، هي دي اول مره اجربها النهارده، هجربها واقول لكم. بس كده طبعا هي عليها بهاراتها وحاجتها كلها اللي كانت في اللحمه. اغطيها بقى واسيبها ربع ساعه، وبعد ربع ساعه اقول لكم هنعمل ايه. يلا بقى نجهز الرز، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الشعريه على غالي غليطه. حط حبه كمان. بس كده نحمرهم بقى تحميره حلوه كده، نحمرهم حط حته السمنه بلدي كده حلوه، ونحمرهم تحميره حلوه. على ما يتحمروا نكون غسلنا الرز. حمرت الشعريه، بحبها صفرة كده تبقى حلوه، الرز ما يبقاش غامق. ادي الرز بسم الله. اقلب بقى الرز شويه في الشعريه كده، وحط له حبه ملح. لو عندك شوربه سي شوربه، عندك ميه حط ميه، عايزه تسيب ما بمرقه تحطي فيه مرقه دجاج، انا حطيت واحد اهو، حطيت مكعب ماجي اهو كسرته فيه. نشوحهم شويه كده قبل ما نحط الميه. انا بحط ميه من الحنفيه عموما للرز لما بكون مستعجله وعايزاه يستوي بسرعه، بروح حاطه ميه بتغلي عشان ينجز معايا في الوقت بس مش اكتر. بسم الله. طبعا الرز ده بياخد ميه كتير، ازود له حبه كمان. وبعد كده بقى ايه، اسيبه يستوي براحته. اول ما يغلي غلوتين ويتشرب روح موطيه عليه واسيبه يستوي براحته، بيقعد بالظبط تلت ساعة. ازود له بقى حبة مية واسيبه. بصوا حبيبي ما شاء الله، بصوا الفاصوليا استوت وحلوة وزي الفل اهي. يا سلام. حطيت لها بقى قرن فلفل، وعندي فص ثوم
عاملاه مع قرن فلفل رومي اهو. طبعا ده فص التوم ده اختياري بس بديها ريحه حلوه في الاخر. بس كده حط بقى عليها واركنها على جنب، حطيت لها الملح وظبطت كل حاجه فيها. بس كده حط بقى عليها ونحمر السمبوسك وبعد كده نغرف. والرز عندي اتشرب وزي الفل، حطها على نار عاليه يستوي. بسم الله اهي حمرتها. نيجي نبص بس على الرز بقى اهي. تمام تمام تمام. افضي بقى ده في كيس في الفريزر وخلاص على كده ونغرف بقى. يلا بصوا حلوه ازاي مقرمشه. بصوا الفاصوليا حلوه ازاي. بصوا الرز حلو ازاي مفلفل وزي الفل. خلاص يا جماعه كده خلصت اهي. الفاصوليا حلوه جدا جدا بصوا، ولا باين عليها انها كانت متفرزه وزي الفل اهي، واستوت حلوه قوي قوي قوي. اتمنى تجربوها بالطريقه دي. وتكه التوم اللي في الاخر حلوه جدا ومديها طعم حلو جدا جدا جدا. اتمنى تجربوها بالطريقه دي وتعجبكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده وطبق جديد. شيل انت شيل انت. تمام يعني؟ اه و... وبس. حلو قوي. اجيب لك طبق كمان فاصوليا. روح وديهم وتعالى خد الباقي.